لكم أيها الإخوة المشاهدون. في سنة 1852 ولد في الولايات المتحدة تشارلز راسل، وهو المؤسس الحقيقي لعدة فئات تزعم أنها مسيحية وتدعى أشهرها جماعة شهود يهوى. وفي هذا العرض نقدم بعض المعلومات عن هذه البدعة التي يتبرأ منها الدين المسيحي. لا عمل خير ولا اهتمام باليتامى ولا بالأرامل عند مؤسسة شهود يهوى. يقول القديس يعقوب في رسالته الفصل الأول آية 27: إن الديانة الطاهرة الزكية عند الله الآب هي افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بغير دنس من هذا العالم. وإننا نرى أن مؤسسة شهود يهوى كمؤسسة لا تقوم بأي نشاط لخدمة الإنسانية، فلا عناية عندها لا باليتيم ولا الأرملة ولا الطفل ولا الكهل ولا المريض، ولا أسست روضة أطفال ولا مدرسة ولا جامعة ولا مستشفى ولا عيادة خارجية ولا مركزا لمحو الأمية ولا لمساعدة المنكوبين واللاجئين ولا شيء لتطوير البلاد النامية، بخلاف ما تفعل الكنيسة التي تخدم الناس كما كان يخدمهم السيد المسيح ابن البشر. أما حفظ الإنسان نفسه بغير دنس من هذا العالم، فإن مؤسسهم الأمريكي التاجر تشارلز راسل كان معروفا بضميره المطاط وخياناته لزوجته ماري فرانسيس أكلي مع السكرتيرة روس بول وخادمته إيميلي ماثيوس، وبيعه قمحه الذي ادعى أنه عجائبي أكثر من 60 ضعف للسعر العادي، ومراوغته وادعائه معرفة اللغة اليونانية التي كتبت بها الأناجيل. هذا هو المؤسس، فأكيد أن هذه المؤسسة ليست من عند الله. وإذا حاول شهود يهوى تبرير تصرفات مؤسسهم وقالوا أن هناك فسادا عند بعض رجال الكنيسة وخصوصا الذين وظائفهم عالية، فالغلط في الكنيسة يبقى غلطا فرديا، ولا نلوم المبدأ بسبب أغلاط في تصرفات الأفراد. أما تشارلز راسل فقد ادعى أنه نبي من عند الله، وأن الله أرسله هو ليقود الدين الوحيد الصحيح حسب ادعائه. شهود يهوى أعداء الدين المسيحي، يهاجمون الدين المسيحي دائما في كتاباتهم، ولو كانوا مسيحيين حقيقيين لما هاجموا الدين الذي يزعمون أنهم ينتمون إليه. وهذه بعض الإشارات التي تدل على أنهم غير مسيحيين: ممنوع أن يدخلوا كنيسة، ممنوع تعميد أطفالهم أو الزواج في كنيسة، يسمون أنفسهم شهود يهوى، مع أن الكلام في نص أشعياء الذي يستشهدون به هو عن العبرانيين قبل المسيح. أما المسيحيون فليسوا شهود يهوى فقط مثل العبرانيين، بل هم شهود المسيح حسب ما قال لرسله وتلاميذه: تكونون لي شهودا في اليهودية والسامرة وإلى أقاصي الأرض. قال تكونون لي شهودا، ولم يقل تكونون شهودا ليهوى التي قيلت لليهود. وفي كتب شهود يهوى باللغات الأجنبية يتجاهلون ميلاد السيد المسيح، ولا يكتبون السنة كذا قبل الميلاد أو بعد الميلاد، بل يفعلون كما يفعل المتنكرون للمسيح ولولادته التي قسمت تاريخ الإنسانية إلى قسمين: ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد. فيكتبون السنة كذا قبل الحساب المعروف أو السنة كذا بعد الحساب المعروف. وهذا دليل صارخ على تجاهلهم لولادة المسيح ولعظمتها وأهميتها التاريخيتين. سنة 1876
توهم تشارلز راسل ووهم أتباعه أنه النبي السابق لمجيء المسيح، وأعلن أنه مرسل الله، كما توهم أيضا أنه أحد الملائكة السبعة المذكورين في سفر الرؤيا، رؤيا يوحنا الحبيب. سنة 1879 تزوج من ماري فرانسيس أكلي، وأقام مكتبا من 70 عضوا، يؤازرهم مكتب آخر يضم 700 عضو لنشر أفكاره وتوزيع مؤلفاته. سنة 1894 استرعت انتباهه كل من روز بول سكرتيرته وإيميلي ماثيوز الخادمة، وفاجأته امرأته عدة مرات في غرفتيهما. سنة 1903 طلبت امرأته الطلاق القانوني لكبريائه واستبداده وخياناته ولمنافسته لها ولمنافستها له، لأنها هي أيضا ادعت النبوة. 1906 تم الانفصال. 1907 طلبت راتبا، ولكي يتهرب راسل من الدفع وهب ثروته للجمعية، كانت تقدر بنحو 100 مليون فرنك فرنسي. 1912 احتفظ ب 47 ألف سهم من أصل 50 ألف تملكها الجمعية، وذلك بإدارته الشخصية. ادعى إتقان اللغة اليونانية، ولكنه عاد فاعترف أمام محكمة عدل أمريكية بأنه يجهلها تماما، وكان يبيع قمحه الذي سماه عجائبيا للفلاحين البسطاء بأسعار خيالية، فأصدرت المحكمة بحقه حكم نفاق واختلاس وأمرته برد الأموال المسروقة. بعد وفاته عده بعض أتباعه نبيا، والبعض الآخر عده الشيطان نفسه. يحاول شهوده أن يتنصلوا من مؤسسهم ومن خليفته راذرفورد، ويدعون أنهم مرتبطون مباشرة بالكتاب المقدس وبيهوى، وهذا الادعاء كله خاطئ زائف مبني على الأكاذيب والأضاليل، فإن كل أفكارهم وكل نظرياتهم هي من نظريات تشارلز راسل ومن نظريات راذرفورد. والمشاهدون تحية لكم. التقينا بالأخ نادر سعد، فحبينا نسأل بعض الأسئلة عن شهود يهوى. أخ نادر سعد أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. بالمعروف أنك بعد 10 سنوات تركت مؤسسة شهود يهوى، فسمعنا منهم بعض الكلام، أنه مثلا كلامك عنهم كان فيه غلط، غلط كامل يعني، وإنهم هم اللي طردوك من الحركة، فشو ردك على الأقوال هذه؟ الواقع تعليقهم انه كلامي كان خطأ عن شهود يهوى، فانا الصعب انه انا اكتب او مش ممكن ان اتبلى باشياء خاطئة عن شهود يهوى، بغض النظر انه اكتر شهود يهوى الموجودين في بيت صحور او في منطقتنا انا اكترهم من قرايبي، فانا في شهود عيان، وفي عندي كمان نسخ من المحاكم اللي صارت من التعليق على الكلام اللي حكيته أنا عن شهود يهوى، إنهم وأنا في اليونان حاولوا إيذائي، يعني حاولوا دهسي بسيارة، وفي علامات واضحة على جسمي إيدي، علامات كسور كانت من نفس شهود يهوى، سيارات شهود يهوى. الواقع هو مش خطأ، لأنه أنا مش ممكن أحكي كلام أنا أكون مخترعه علشان أسيء لسمعة ناس أنا مثلا رايد مصلحة تجاههم، لا. بعدين هم أكثرهم قرايبي، شهود يهوى الموجودين في هاي المنطقة أكثرهم قرايبي، فالحادثة اللي حكيت أنا في الكتاب اللي كتبته اللي صارت معي باليونان، اللي هي عبارة لما دهسوني بالسيارة، كانت واقعة من شهود يهوى، وذلك لأنهم لما شافوني بلشت أبتعد عنهم شوية شوية، وبلشت العلاقات ما بين أفراد أو أكثر من أفراد طبعا يعني تسوء العلاقات بيننا، حاولوا إذائي ودهسي وثبات ما هذا هو الإثبات على إثبات على هذا الحادث، إنه الضربة اللي أكلتها بإيدي
ممكن تبين هون 17 كتبة انكسرت ايدي من هون، وبعدين اكلت ضربة كمان بصدري وضربة بالكتف ودم ودم بالرأس. هذه كلها اثبات من حادث صار هذا، وانا ما بتبلع على اشخاص علشان يعني اسيئ لسمعتهم، لا هذه حقيقة واقع، وفي شهود عيان موجودين وفي اوراق تثبت، لسه اوراق المحكمة موجودة معي، كل هذه الاشياء تثبت. وقول شهود يهوى انه هم اللي طردوني، فهذا بس مجرد تبرير لموقفهم، لانه لما انا فكرت اني اخرج من شهود يهوى عدة مرات اترجوني واجوني للبيت ودعوني لاجتماعاتهم اكثر من 6 مرات، يعني وصل لدرجة انهم يترجوني حتى ارجع لشهود يهوى، وانا رفضت، يعني رفضت بكل يعني بكل اصرار اني ما ارجع لجمعية شهود يهوى. يعتقد البعض انه شهود يهوى عندهم معرفة في الكتاب المقدس اكثر من بعض الناس او من كل الناس حتى، فشنو هاي المعرفة اللي البعض بيعجبوا فيها؟ في الواقع نوع المعرفة اللي بيعرفوها شهود يهوى، وانا بتذكر لما كنت انا من شهود يهوى قبل 4 سنين لما تركتهم، كنت برضو نفس الشيء افكر نفسي انه انا عندي معرفة كبيرة بالكتاب المقدس اكتر من كل الناس زي ما حكيت انت. فالواقع تبين لي انه بعد ما لقائي مع احد، بعد ما تركت يعني شهود يهوى والتقيت مع احد الاباء الكنيسة اللاتينية، تبين لي انه مثلا انا نفسي ما كنتش اعرف ماضي شهود يهوى، مؤسس شهود يهوى، تاريخ شهود يهوى، اشياء كتير انا نفسي ما كنتش اعرفها. مثلا كمثل بسيط، مؤسس شهود يهوى، مؤسس شهود اثبتت المحاكم في بنسلفانيا انه زاني والاوراق موجودة، هذه انا ما كنتش اعرفها. نفس الشيء شهود يهوى لحد الان كتير الناس من شهود يهوى ما بعرفوهاش. بيت سريم اللي عمله واللي بناه رودرفورد لثلاث انبياء قدماء كانوا بدهم يجوا سنة 1925، فنفس شهود يهوى ما بيعرفوش هذا، معناه هاي نبوة من شهود يهوى، هذه اشياء كتير خاطئة كانت موجودة بشهود يهوى. نفس شهود يهوى ما بيعرفهاش، انا عرفتها لما تركت شهود يهوى والتقيت مع احد الاباء. يعني في اشياء كتيرة شهود يهوى ما بيعرفوها. اللي بدي احب احكيها هلا انه انا 10 سنوات قعدت مع شهود يهوى، ما عرفت عن تاريخ شهود يهوى ولا عن ماضيها، قد الساعتين اللي قعدتهم مع اب قوري حكى لي عن كل تاريخ شهود يهوى وماضيها واخطائها، وكل هذه الاشياء عرفتها في ساعتين، بغض النظر كنت 10 سنين مع شهود يهوى ما عرفت ولا شيء عن تاريخ شهود يهوى. انه شهود يهوى عندهم جهل كامل لتاريخ شهود يهوى، تاريخ مؤسستهم وحركة مؤسسة، وأشياء كثيرة بيجهلوها عن الرئاسة في بروكلين وعن كيفية مثلا المصاري، وين بروح المصاري. يعني مثلا في جميع، خلينا نأخذ أوروبا، في مثلا اليونان، في يمكن فيها حوالي 40-50 ألف شاهد ليهوى. هذولا يوميا كل يوم حد بيطلع بوزعوا كتب وبيبيعوا كتب مجلات. المصاري ما بياخدوها هم، المصاري بياخدوها بيعطوها للهيئة اللي بيكونوا المسؤولين هناك، والمسؤولين بيبعتوها للبروكلين. هذه الأشياء يعني نفس شهود يهوى حتى إنهم بفكروش يفهموها أو يعرفوها، وبحاولوا إنهم يتهربوا من معرفتها لخوف إنهم يشكوا في حسن مبدأهم أو منظمتهم. لأن أنا ما بعتبر شهود يهوى مبدأ أو دين. شهود يهوى مش دين، شهود يهوى منظمة تجارية، أشياء تانية لاش نحكيها. ف يعني شهود يهوى تقريبا يمكن بس كل شهود يهوى ما عدا عبد الأمين الحكيم اللي بيقول عنه شهود يهوى اللي هم اللي كان من مسؤول هناك في بروكلين، كل هذول الأشخاص ما بيعرفوا إيش وين بروحنا المصاري هذولا، ليش بروحهم؟ بيفكروا انه مجرد انهم باعوا المصاري بعتهم انهم قدموا خدمة ليهوى، وانه يهوى راح يساعدهم بعد ما تيجي المجدون، وهم الوحيدين اللي راح يطلعوا على الجنة. يعني اشياء سخيفة جدا. حتى هلا اخنا بدنا نتعرض للفكرة عن معرفتهم في التواريخ عن رؤسائهم مثلا الاعمال بيكون فيها، فما عطتناش فكرة عن معرفتهم في الكتاب المقدس. في الواقع عندهم معرفة في الكتاب المقدس لكن ضئيلة جدا جدا. تحريف الآيات
التحرير. انا بقدر اجيب عده امثله، يعني بقدر اقعد معك من هون لكمان ساعتين اجيب لك كل الايات اللي بيجيبوها شهود يهوه وبيحرفوها للاشخاص البسيطين اللي ما عندهم معرفه بالكتاب المقدس. عشان هيك انا بنصح بنصح الناس اللي ما عندهم معرفه بالكتاب المقدس انهم ما يناقشوا شهود يهوه، لانه شهود يهوه خداعين وبيعرفوا عندهم طرق كيف يضحكوا على الناس البسطة بالاساليب الخداعه والماكره اللي بيستعملوها في تفسير الكتاب المقدس. شهود يهوه عندهم معرفه محرفه ومشوهه بالنسبه لايات كثيره في الكتاب المقدس، وفي عندهم اثبات على ذلك. في عندهم كتاب المقدس اللي بيعتقدوا شهود يهوه انه هو بسموه العالم الجديد، ترجمة العالم الجديد، وهذا فيه أكثر من يمكن من 100 تحريف للكتاب المقدس. هاي من ناحية التعرفة المعرفة التحريفية، لكن ناحية المعرفة الناقصة اللي هي مثلا في خداع الناس ببعض الآيات من الكتاب المقدس، يعني بيطلعوا لك آية من الكتاب المقدس بفسروا لك إياها تفسير مش هو التفسير الحقيقي للكتاب المقدس. بجيب لك مثل بسيط على هذه الآيات، مثلا لو فتحنا كولوسي الأصحاح الثاني العدد 16، من ناحية نقاشه لما شو ده بده يناقشه أي إنسان أو فرضنا بده يناقشه عن الأعياد، بطلوا لك الآية هاي اللي بتقول لا يحكم عليكم أحد في المعقول أو المشروب أو من قبيل عيد أو رأس شهر أو سبوت. وقفوا هون، فبقول لك إنه الرسول بولس حكى للناس انه ما يحكم عليكم احد في عيد ولا في سبت ولا في احد، فاذا الاعياد مش لازم نعيدها احنا. فهذا الشيء خطأ. لو بنرجع للتاريخ زي ما حكينا بالاول، لو برجع شهود يهوه، لو بيعرفوا تاريخ الكتاب المقدس شهود يهوه، لو بيعرفوا مين اللي كتب هذه الاية ولمين كتبت هذه الاية وليش كتبت هذه الاية، بيعرفوا انه الاعياد مش ما بيقصد فيها انه هون الاعياد المسيحية اللي بنعيدها انه ممنوع. كيف رسول بولس لما حكى الآية هاي حكاها للمسيحيين اللي صاروا مسيحيين على زمن المسيح، لساتهم جديد. ايش كانوا هذولا؟ كانوا وثنيين وكانوا يهود، فلسه في عندهم بعض عادات وتقاليد وعياد كانوا شوية متقربين لها. فأجل رسول بولس قال لهم لا يحكم عليكم احد في عيد او هلال اللي هو هلال الوثنيين او سبت اللي هو سبت اليهود، لا يحكم عليكم احد في الاعياد هاي يعني اللي كانت لكم السابقه، لانه شو بكمل بقول مما هو ظل المستقبلات اما الذات المسيح. يعني انتم يا المسيحيين لسه جاي عليكم اعياد جديده، اعياد مسيحيه لازم تعيدوها. فهذا هو القصد. شو بدي اوقفه هون، ما بكملوا الايه وبعدين بفسروا لك اياها تفسير خاطئ. فهذه هي المعرفه الناقصه. فاحنا بنستنتج يعني من الحديث والاشياء الكثيرة اللي عرفتها انا نتيجة مخالطتي مع شهود يهوه وبعد ما تركتهم، استنتج انا شخصيا انه الاشخاص او الناس اللي البسيطين اللي ما بيعرفوا اشي في الكتاب المقدس وضعهم لسه احسن كثير من اوضاع شهود يهوه. ليش؟ لانه الانسان البسيط بيقول لك انه انا ما بعرف اشياء كثيرة في الكتاب المقدس لانه انسان بسيط، لكن شهود يهوه بيعرفوا اشياء بسيطة اشياء قليلة ومحرفة تكون في الكتاب المقدس، وبيفكروا حالهم بيعرفوا اشياء كثيرة في الكتاب المقدس، وهذا الشيء خاطئ 100%. اخ نادر، في ناس معجبين بنشرة شهود يهوه، شو رأيك بالبعد الحقيقي وراء هذا النشر اللي الناس بعجبوا فيه جدا؟ البعد الحقيقي لهذا الشيء هو غسل الدماغ، يعني كثرة المجلات والكتب المطبوعة من برج من جمعية بروكلين أو مطبعة بروكلين، الكثرة هاي اللي بيبعتوها كلها للناس بيشبعوا الناس، يعني مع الكثرة هاي بيحاولوا انهم يغسلوا دماغهم، يعني يزيلوا القديم ويحطوا شيء جديد. يعني مثل اللوح لما يكون فاضي انت تعبيه، وهذول مثل ريموت كنترول. كيف يعني؟ وين ما بتفرجيهم عن طريق الريموت كنترول، وين ما بتفرجيهم الهيئة عبد الامين الحكيم تبعهم او بروكلين، وين ما بوجيهم بيروحوا، بودوهم لهناك بيروحوا لهناك، بودوهم لهناك بيروحوا لهناك. مثلا امتنعوا عن الدم بامتنعوا، ارجعوا للدم بيرجعوا، اعملوا هيك بعملوا، اشتروا التلفزيون بيشتروش مثلا اشتروا تلفزيون، يعني كيف ما بدهم بوجههم لشهود يهوه.
بالنسبة لتعبئة الرأس الاجتماعات الكثيرة اللي بيعملوها شهود يهوى هون يعني حوالي 3-4 اجتماعات بالأسبوع، المجلات اللي بيبعتوها بروكلين لشهود يهوى هون من استيقظ من برج المراقبة من كتب تانية اجتماعات، يعني بيكونش عندهم مجال حتى انهم يقرأوا كتب تانية او حتى بيمنعوهم انهم يقرأوا كتب تانية. فكثرة هالاجتماعات وكثرة هالكتب والمجلات اللي بينغمسوا فيها شهود يهوى بصير عندهم تعباية للرأس، يعني بصير في كل تفكيرهم وكل أراءهم مشغولة بس في مجلات برج المراقبة، في كتب شهود يهوى، في الاجتماعات اللي بتدور بين حول الأشخاص، فإنهم بيمنعوا حتى إنهم بيمنعوا من قراءة كتب تانية. فمن كتر تعباية الرأس وكتر زي ما حكينا كتر المجلات والكتب وهذا اللي بيقروها شهود يهوى كيف بيمنعوهم انهم يقروا كتب الاشخاص المرتدين. يعني مثلي انا مثلا كنت 10 سنين من شهود يهوى، اذا بكتب اي شيء مثلا كتب بيمنعوا شهود يهوى انهم يقروا الكتاب هذا. فبجيب مثلا كبير برضو مؤسس شهود يهوى الموجود الرئيس الموجود حالي اللي هو فريدريك فرانس، له ابن اخوه اسمه ريموند فرانس، هذا من كبار يعني شهود يهوى، كتب كتاب دشر شهود يهوى بعد خدمة 45 سنة يمكن دشر شهود يهوى وكتب عنهم كتاب وفضائح كتيرة فضائح شهود. فبيمنعوا شهود يهوى انهم يقروا الكتاب هذا. برضو انا برضو كتبت كتاب عن شهود يهوى، نفس الشيء بيمنعوا شهود يهوى انهم يقروا الكتب هاي. ليش؟ طبعا لها اسباب، مش عشان هذا انه مرتد بدناش نحكي معاه، لا، في اسباب خبيثة. ليش؟ لانه الشخص هم بيعرفوا انه الشخص اللي بيترك شهود يهوى بيعرف حقائقهم وبيعرف اسرارهم، بيعرف اشياء كثيرة عن خفاياهم، فبيخافوا انه الشخص اذا راح واحد من شهود يهوى وحكى معه انه يطير معه او انه يقدر يسحبه، فبيطلع القرار هذا انه ممنوع تقروا مع ممنوع تناقشوا فلان الفلاني اللي دشرنا، ممنوع تقروا كتبه، عشان بس يحموا حالهم انهم ما يتركوا ناس اكثر من شهود يهوى. جمعية شهود يهوى بيمنعوا الاشخاص او شهود يهوى من الاختلاط مع الاشخاص اللي بيدشروا مبدأ شهود يهوى، وبيحكولهم يعني انه هدول الاشخاص تركوا شهود يهوى لانهم من الشيطان او الشيطان اللي اخذهم، وبيمنعوهم برضو انهم يقروا الكتب اللي بيكتبوها هذول الاشخاص اللي بيتركوا شهود يهوى. نفس السبب كلوا لهم من هذه الاشياء من الشيطان. لو ما منعوهم من قراءة الكتب بيعرفوا انه هم نفسهم يمكن ما يقرأوا الكتب هاي، الكتب اللي بيكتبوها الاشخاص اللي بيكونوا خارجين دشروا شهود يهوى. في نفس الوقت حتى لو قرأوا الكتب هاي تعصبهم وغسل دماغهم اللي صار عندهم بيرفضوا انهم يقتنعوا، حتى لو كان صحيح بيرفضوا انهم يقتنعوا من هاي الكتب. والإثبات والبرهان يعني على هذا الشيء على غسل دماغهم، انهم تلاقيهم كل شهود يهوى بيحكوا نفس الكلام نفس الآيات نفس الحكي، كل شيء بيطلع من صغيرهم وكبيرهم بيحكوا نفس الغاي. يعني شهود يهوى مثل الببغاوات يعني، او مثل يعني شيء كيف الببغاء انت بتحكي لها شيء بترد عليك، نفس الشيء شهود يهوى هيك كل شيء بيطلع من بروكلين هم بيحكوا. إذن شهود يهوى مثل اسطوانة، بتضل يعني بتسجل على اسطوانة كلام، بتضل تعيد نفس الحكي، ومثل المسجل بالضبط بتسجل بالمسجل الكلام بضل يعيد نفس الحكي. يعني شهود يهوى مثل مصيرين من ناحية بالضبط من قبل بروكلين من قبل رئاسة العليا. كل الشيء اللي بيحكوا شهود يهوى بيطلع يعني ممكن الأشخاص يقولوا شهود يهوى يعني أذكياء وبيحكوا أشياء كثيرة، بس هذا الشيء مش من رؤوسهم، هذا كله من مجلات بروكلين من كتب بروكلين من الأشياء اللي تبعتها بروكلين لهم. تعال لو تفتح كتب شهود يهوى ومجلاتهم بتلاقي إنه كل الحكي اللي بيحكوا شهود يهوى هو موجود في الكتب وفي المجلات اللي بتكون جاية من منظمات بروكلين. فإحنا حكينا كتير هلا بالنسبة لتعبئة الرأس وشو الطرق الكتيرة اللي بيحاولوا منظمة شهود يهوى يعبوا رأس يغسلوا دماغ الموجودين. فالشيء الثاني تكبير الرأس، يعني البداية بغسلوا
بوصلوا الراس بعدين بكبروا الراس. يعني مثلا انا لما كنت مشهود يهوى يجي اشخاص جداد لسه جداد يجوا على الجمعيه قادر ارميه مكان هو كان عامل او كذا وكذا فبصير اقول له اهلا اهلين مثلا اهلا وسهلا كيف حالك كيف انت كذا بصير يحكي بعض الجمل حتى لو كانت جمل سخيفه جدا او تافهه بصير اقول له ايوه ممتاز جدا هذا كلام سليم كلام منطقي مش اي انسان بيسال هيك سؤال مع انه بيكون السؤال سخيف يعني سؤال بيسال الشخص الثاني بيكون سخيف بس هم الدجل سؤال ممتاز سؤال سخيف فالانسان البسيط هذا بقول ايه ولو لقيت قيمه عندي يعني شو دياوه لقيت ناس بيهتموا فيا لقيت كذا شيء فشاكيب بيكبروا راسه حتى انه يتملقوا بالضبط. فاول ما يصير هذا الشخص يعني بعد ما يكبروا راسه ويدخل معهم بعدين عندما يبلش يعكسهم مثلا لظروف معينه ويبعد عنهم بيصيروا مثلا يبعدوا عنه او ينسوه ولا كأنه موجود وبيطلعوا كمان انه ممنوع تحكوا معه اشياء كثيرة من هذا النوع. بحب الخص كلامي انه شهود يهوى مش يعني بتلاقيش عندهم شخصية لا بالتفكير ولا بالتعبير فكل الكلام اللي بيحكوه وبيخدعوا فيه الناس يعني بكون هذا من مجلات مش من شطارتهم يعني هذا الكلام وهذا كله من مجلات وتعليمات وكتب شهود يهوى. وبرضو أحب أحكي لك كمان شيء إنه أي شخص من شهود يهوى إذا فكر إنه يعني نتيجة اجتهاد شخصي دراسته للكتاب المقدس إذا فكر إنه يكتب لو صفحة مثلا وينشرها من هذا شيء ممنوع. يعني شهود يهوى زي ما حكيت فيش عندهم شخصية يعني فبيمنع أي شخص يكتب آراء الخاصة مثلا يعبر عن رأيه. ف يعني هي نرجع للسبب الأول إنه غسل الدماغ يمنعهم يعملوا أي شيء وبس الأشياء اللي يبعتوها شهود يهوى. ما حكيت إنه يعني ممنوع أي شخص ينتمي شهود يهوى يكتب آراء الخاصة فيه وينشرها ممنوع. يعني الحاجة اللي حكيت واضح يعني كنت انه ممنوع اي شخص يكتب الا اذا كان في بروكلين وبتصريح من بروكلين او يمكن ممنوع الا نفس الاعضاء ال17 هم اللي بيكتبوا هم المفاوضين هم يكتبوا كل الاشياء يعني. هم البلقنو والاشخاص التانيين ممنوع يحكوا او يكتبوا اي كلام. فاذا نهاية الحديث يعني بس هي الهيئة في بروكلين هي اللي تكتب بس الهيئة في بروكلين هي اللي بتطبع الهيئة واحدة هي اللي بتنشر والأعضاء في شهود يهوى هم مجرد أحجار شطرنج وعبيد لمجلة برج المراقبة. أخ نادر نشكر كثير على وجود لازم معنا نتمنى لك التوفيق في حياتك وعمر ما حد يرش إنسان مستفيد. شكرا لك. عند شهود يهوى لا أعياد ولا مقدسات مسيحية خصوصا منذ سنة 1931 بعد مؤتمر الحركة في كولومبوس أوهايو أمريكا حيث اتخذ أعضاء هذه المنظمة اسم شهود يهوى. ألغوا احتفالهم بعيد ميلاد المسيح وبأعياد الميلاد الشخصية كما لا يحتفلون بأي عيد للرب يسوع وفقط يقيمون ذكرى العشاء الأخير في يوم 14 نيسان العبري حسب التوقيت العبري ولا يحتفلون بعيد آلام الرب يسوع ولا بعيد قيامته مع أن بولس الرسول يقول قد ذبح المسيح فصحنا. فلنعيد إذن لا بخمير الخبث والسوء بل بفطير الخلوص والحق. ولم يكتب بولس فلا نعيدن وكلامه يشير إلى ضرورة الاحتفال بعيد أو أعياد يجري فيه ذكر لذبح المسيح أي موته ولكونه حمل الفصح. والمعروف أن الفصح فصح المسيح هو قيامته وعبورنا بدمه من موت الخطيئة وعبوديتها إلى حياة النعمة والحرية. أما المسيحيون الحقيقيون في حضن الكنيسة
فإنهم يحبون السيد المسيح ووالدته فائقة القداسة، ويحتفلون بميلاد المسيح وتجليه وموته وقيامته وصعوده وحلول الروح القدس على والدته ورسله، ويحتفلون بميلاد والدته وألامها وتمجيدها في السماء. فكيف يتجرأ شهود يهوه أن يزعموا أنهم مسيحيون وهم لا يحبون المسيح ولا يعيدون ذكر حياته إلا عشاءه الأخير؟ يردون عليك: لم يأمرنا بأن نذكر سوى عشاءه. ولكن هل تحتاج المحبة إلى أمر؟ هل من الإجرام والكفر أن نحتفل بأعياد مخلصنا المسيح؟ أما قولهم إن تاريخ 25 كانون أول ديسمبر الذي تحتفل به بعض الطوائف المسيحية كان أصله عيدا وثنيا، فإننا نرد عليهم: ألم تفطنوا لهذا الواقع سوى سنة 1931؟ ويكملون: المسيح لم يولد في 25 كانون أول. ونجيب: الكنيسة لم تزعم قط أن 25 كانون أول تاريخ ميلاد المسيح، بل هو يوم تذكاري كل سنة. من جهة أخرى، توجد طوائف لا تعيد في 25 كانون أول، بل في كانون ثاني يناير. وأخيرا يقول لك الشهود إن المسيح ولد في الخريف، لذا نسألهم: فلماذا لا تحتفلون بميلاده في الخريف؟ ألا يستحق السيد المسيح أن نحتفل بميلاده مرة كل سنة، وخصوصا أن هذا الميلاد المجيد أهم ميلاد في التاريخ؟ عدم اعتراف الشهود برأس السنة الميلادية، اعترافهم بالتقويم العبري ورفضهم الاحتفال برأس السنة الميلادية يدلان على أنهم ليسوا مسيحيين. السؤال المحرج الضروري: من يحب المسيح أكثر؟ المسيحيون في الكنيسة الذين يحتفلون بكل مناسبة هامة من حياته، ومنها أيضا عماده في الأردن وإقامته لأليعازر، أم شهود يهوه الذين لا يحتفلون بأي عيد للمسيح ولا بأي عيد مسيحي، بل يكتفون بتذكار للعشاء الأخير في 14 نيسان قمري أي عبري؟ وإذا كان شهود يهوه أو غيرهم من الطوائف المستحدثة التي تزعم أنها موجودة منذ أيام الرسل يدعون أنهم مسيحيون حقيقيون والجماعة الحقة، فلماذا لا يزورون الأماكن المقدسة التي ولد فيها السيد المسيح في بيت لحم وعاش فيها في الجليل واليهودية والسامرة، والتي مات فيها في القدس؟ قد يجيبونك إن هذه الأماكن أماكن وثنية لما فيها من صور وتماثيل. لا بأس، ولا نرد على ادعائهم هذا، ونسألهم ثانية: إذا كانت كنيسة المهد أو القيامة أو الصعود أو علية صهيون أمكنة وثنية بسبب الصور والتماثيل، فلماذا لا توجد عندكم يا شهود يهوه قاعات وأماكن مقدسة بقرب هذه الأمكنة التي مر بها المسيح ووالدته ورسله؟ من جهة أخرى، ألا يدل وجود المقدسات بين أيدي الكنيسة من أرثوذكسية وكاثوليكية على أنها هي الموجودة منذ البدء، وأنكم أنتم أيها الشهود دخلاء على الدين المسيحي؟ معمودية الشهود ليست معمودية مسيحية، بل هي تغطيس يهودي باسم يهوه. أمر السيد المسيح تلاميذه بوضوح: عمدوهم، أي جميع الأمم، باسم الآب والابن والروح القدس، متى 28-19. ونعلم أن الشهود عندما يعتمدون لا يذكرون الآب والابن والروح القدس عند التغطيس في الماء، ولا يعمدون باسم الرب يسوع، بخلاف أعمال 8-12 و10-48. إذن ليس الشهود مسيحيين.
وترفض كتبهم أن يكونوا بصفة مميزة شهودا للمسيح، بخلاف أعمال 1-8 حيث قال الرب يسوع لرسله: ستكونون لي شهودا. الانتماء عند شهود يهوى للعهد القديم، أسماء وأثار عبرية خالصة. الدين المسيحي دين محبة وتسامح للأصدقاء والأعداء، ولكن في كتابهم المساعد لفهم الكتاب المقدس يعلمون حسب ما ورد في بعض الكتب من العهد القديم أن المؤمنين يقدرون أن يكرهوا أعداء الله الخبثاء. ودليل آخر لانتمائهم للعهد القديم، لا أعياد مسيحية عند شهود يهوى، ولكنهم يذكرون الأعياد العبرية من العهد القديم، عيد يحتفل به البلايين. لا يمدحون السيدة مريم العذراء والدة السيد المسيح، ولكنهم يمدحون النساء الفاضلات العبريات والوارد ذكرهن في العهد القديم. يعلمون أن الكتابات اليونانية المسيحية هي ملحق وإضافة ملهمة للكتابات العبرية المقدسة. وبهذا الكلام نفهم أن المهم عندهم هو كتب العهد القديم. أما كتب العهد الجديد فما هي بالنسبة لشهود يهوى سوى ملحق وإضافة؟ إذن تميل كفتهم نحو العهد القديم والديانة العبرية. كل أسماء أجهزتهم وأقسامهم التنظيمية أسماء عبرية خالصة من العهد القديم، وليست عبرانية مسيحية مثل يسوع، مريم، يوسف وبيت لحم. لنسمع عنا بعض هذه الأسماء العبرية الكاملة. رئاستهم اسمها بيت إيل. مدارس تدريب الوعاظ لدعايتهم اسمها جلعاد. الأعضاء المساعدون يوناداب. مجلتهم الرسمية برج صهيون للمراقبة. الفيلا التي بناها رذرفورد لاستقبال إبراهيم وإسحاق ويعقوب منذ سنة 1925 إلى سنة 1929 دعاها بالعبرية بيت ساريم، أي بيت النبلاء أو الأمراء. ودليل آخر لانتمائهم للعهد القديم، يطبق شهود يهوى بإعاز من رئاستهم آيات قيلت عن العبرانيين على أنفسهم كمؤسسة. يصفون أنفسهم بأنهم شهود يهوى، والنص يتكلم عن العبرانيين أشعية 43:10-12. يقولون أن 144,000 سيصعدون إلى السماء، وهؤلاء كلهم عبرانيين من الإسباط 12. التقينا بالأخ الدكتور فيكتور البندك. أهلا وسهلا فيك دكتور. لو تحكي لنا شوي عن حالك، وين تخرجت؟ أنا خريج ألمانيا الغربية في مدينة بوخم، وأخصائي جراحة عامة في مستشفى المطلع بالقدس. أهلا وسهلا. في بعض فئات تدعي باسم الدين أنه نقل الدم محرم، فيا دكتور شو رأي الطب والمنطق في نقل الدم؟ رأي الطب في نقل الدم أنه ليس نقل الدم عملية محرمة، وأيضا رأي الديانات المسيحية وأيضا الديانات الأخرى الإسلامية أن نقل الدم هي عملية واجبة، وعملية نقل الدم هي عملية مهمة وحيوية وضرورية ولها عدة ضروريات. ومن بين هذه الضروريات أولا ضعف الدم عند المريض الناتج عن مرض ما، أو نزيف الدم عند الإنسان الناتج أيضا عن حادث. ثالثا نقل الدم واجب في حال إجراء العمليات الكبيرة خاصة، وأيضا
ينقل الدم حتى في الجنين وهو في رحم أمه في حال وجود عدم تطابق في مجموعة دم الأم ومجموعة دم الجنين. يعني الدم ضروري لإنقاذ حياة بني آدم. فالدم ضروري لإنقاذ حياة الإنسان في أي حالة من الأحوال التي ذكرتها. طيب نفس الفئات اللي ترفض نقل الدم بتتحجج إنه بعض الأمراض خصوصا الإيدز تنقل بنقل الدم. شو رأيك بالموضوع الحق على الدم يا بالفعل إنه ممكن نتيجة نقل الدم أن تنقل أيضا أمراض لجسم المريض من الدم المعطى، لكن ليس هذا سببا في عدم إعطاء المريض الذي يجب إعطائه الدم بالدم. فهناك أمراض تنقل بواسطة الدم، مثل كما تعلم أن هناك مرض جديد شائع وهو مرض الإيدز، عدم المناعة ممكن أن تنقل بواسطة الدم. وهناك أيضا أمراض الصفراء الهيباتيتس ممكن أيضا أن تنقل إلى المريض من المعطى بواسطة الدم. وهناك أيضا ممكن أن يحدث أيضا عدة أضرار للمريض نتيجة نقل الدم، ألا وهو تراكم وارتفاع نسبة الحديد في جسم المريض، مما يؤثر على الأطحال عند المريض. ثم هناك أيضا يمكن أن يحدث للمريض حساسية على الدم المنقل إليه ويصاب ممكن بصدمة. بتصور إنه يعني الدم لما يعطى لمريض في مستشفى يفحص هذا ما كنت أريد أن أقول لك، أنه قبل إعطاء الدم لأي مريض تقوم المختبرات في المستشفيات بفحص الدم والتأكد من أن الجسم المعطي للدم هو جسم خالي من الأمراض. وأيضا ممكن أن تنقل أمراض أخرى مثل أمراض الحمى الملطية بالدم. فباختصار وبإجمال هناك أمراض تنقل بالفعل لجسم المريض من الدم، لكن يجب فحص وتفحص، مش ليس يجب أيضا بل تفحص هذه الفصائل من الدم قبل إعطائها لأي مريض. فعند التأكد من ذلك لا يعطى هذا الدم للمريض ويستبدل بدم إنسان صحي. باختصار عملية نقل الدم ليس هي السبب في انتقال الأمراض السارية وما وغيرها من الأمراض إلى جسم المريض إذا فحص هذا الدم في المختبر بشكل صحيح كما هو. يعني مش الحق على نقل الدم أبدا، الجماعات لا أبدا، الحق على الفحص ودقة الفحص. كنتيجة لما ذكرت دكتور مستنتج أنه إذا فحص الدم بشكل دقيق وصحي ما فيش أي خطر في نقل الدم أنه ينقل معه أمراض. لا أيوة. طيب يا هل ترى هل توجد عناصر بديلة للدم في حال أنه واحد يحتاج لدم؟ في عنصر بديل؟ يوجد عناصر بديلة لكن ليست بالكفاية كما هو الدم، لأن التركيب ومحتويات العناصر ليست 100% كتركيب الدم، لكن لا تشد محله 100%، ومحتويات هذه العناصر وتركيبها هي من محتويات الدم أيضا، تدخل في محتويات الدم، فإذا لا تستطيع الابتعاد عن الدم. إذا بس المواد هذه مش صناعية، يعني تأخذ من الدم نفسه، تأخذ من الدم نفسه لكن بشكل مختصر. ونسمع كمان حتى حليب الأم ينقل بواسطة حليب، يعني عناصر من الدم للطفل وهو رضيع. هو في الواقع الحليب ليس بدم، لكن الحليب الذي ركب في جسم الأم هو من تركيب جسمها دمها وجسدها. فإن إعطاء الحليب للأطفال من أمه فهو اكتسب من دم أمه. طيب
وأضيف أيضا لأن هناك أيضا عملية نقل دم طبيعية تحدث للطفل وهو في رحم أمه في غير الحالات المرضية، فالطفل يتغذى على دم أمه وهو في رحمها وبواسطة الحبل السري، وهذه عملية طبيعية وحكمة إلهية. عفوا دكتور، شو فرضت بالعمليات الكبيرة اللي ذكرتها، العمليات الكبيرة تحتاج لنقل الدم؟ نعم، العمليات في الواقع مقسمة إلى صغيرة ووسطى وكبيرة، فأذكر العمليات الكبيرة التي هي في حاجة إلى الدم. والعمليات الكبيرة تضم عمليات الغدد، عمليات المعدة، عمليات استئصال الطحال، عمليات زرع الأعضاء مثل الكلى وغيرها، عمليات المرارة، وأيضا عمليات الكسور في حال كسر في الفخذ، كلها تحتاج إلى دم. ذكرت أيضا الكسور لأنه يدخل في مجال تخصصي الجراحة وتخصص العظام. بالطبع عملية الديسك تعد عملية كبيرة، لكن عملية الديسك في حد ذاتها لا تحتاج لإعطاء الدم لأنها لا تؤدي إلى نزيف كما هو معتقد أو إلى حالة ضرورية لإعطاء الدم. طيب في حال الواحد اتوانى على حاله في حال اصابه ديسك، والديسك نحن معرضين له في وقتنا الحالي بشكل كبير بالنسبة بسبب ضغوط الحياة اليومية، طيب يا ترى الأشخاص هدول اللي اتوانوا في نفسهم شو مصيرهم؟ هو من العملية بخافوا من نقل الدم، شو مصيرهم؟ هو عملية الديسك إذا كان في إنسان أثبت عنده ديسك بواسطة الصور الملونة فيجب إجراء العملية له، لأنه كل مرض له مضاره وعواقبه. فعاقبة الديسك إذا كان الديسك بشكل كبير هو الشلل، والتراجع عن العملية سيسبب له الشلل وأشياء مشابهة لذلك. ففي حالة عملية الديسك لا يحتاج المريض للدم، لكن ممكن أشخاص يعتبروا إنه هاي العملية لأن عملية كبيرة أيضا تحتاج إلى الدم، فهي لا تحتاج للدم. إذا بعرضوا حالهم لأخطار للأخطار دون سبب. نشكر الأخ دكتور فيكتور بندك على هالمقابلة اللطيفة وهالمعلومات المفيدة اللي استنتجنا منها إنه يعني سخافة هالأشخاص اللي باسم الدين بعارضوا عملية نقل الدم اللي ربنا سبحانه وتعالى وبصورة طبيعية خلق عملية نقل الدم في جنين وهو في رحم أمه. وشكرا كثير دكتور، وشكرا لكم أيها المشاهدون. تحية لكم أيها السيدات والسادة، التقينا اليوم بالأخ أبو جورج والأخ أبو الياض، كانوا ماشيين لفترة معينة مع شهود يهوى وتركوا، فراحين نسألهم كم سؤال بحيث يفيدونا عن شهودهم عن شهود يهوى وعن اعتقاداتهم. إنه شهود يهوى جماعة استغلاليين يستغلوا تركيزهم أكثر إشي على الشباب الصغار من 20 سنة 22 سنة، وبيحاولوا إنهم يزرعوا بداخلهم إنه الطائفة اللي هم فيها غلط والديانة اللي هم ماشيين فيها خطأ، وبيوجهوهم على طرق تانية وبيعطوهم أساليب ثانية. فمن أكثر الأشياء اللي لفتت نظري معهم انهم في يوم من الايام بعد مسيري معهم في حوالي 10 اشهر كان دار بيني وبين واحد من شهود يهوى حديث، وعلى اساس اني انا كنت بدي اخطب، فهو بعصبية عارض الاشي هذا وقال لي هذا الاشي مش لازم، واذا بدك تتجوز وتنجب اطفال بدك تجيبهم للعذاب اللي راح يكون هلا اللي احنا فيه وهذا اشي قريب جدا.
فأنا استغربت لهذا الموضوع كثير. فبعد فترة معينة بسمع إنه هذا الإنسان نفسه بيطلق مرته وفورا بيتجوز واحدة تانية. فهون أنا بستغرب كل الأشياء اللي دخلت جواي منهم، وكنت أفكر إنهم يعني ماشيين صح وهم ممكن إنهم يكونوا ماشيين صح، كل تفكير اختلف كليا. وشهود يهوى الجماعة بيستغلوا الناس الطيبين كتير، وبالإضافة إلى إنه حاول إنه ينعني إنه أتجوز نفس هذا الإنسان في يوم من الأيام في سنة 70 اتنبأوا إنه راح تكون آخر الدنيا أو نهاية الدنيا، فباع كل ما يملك عساس يستنى في التنبؤ اللي كان كله خطأ في خطأ. وهذا الشيء كان بس نوع من اللي يستغلوا أموال الناس ومشاعر الناس ويوقعوا الناس فخ هم بيعرفوش فيه. والياس بتحب تضيف لنا إشي على اللي حكى الأخ؟ المفروض بتحكي تتكمل أو أوضح الحكي اللي حكى الأخ أبو جورج بالنسبة لشهود يهوى ونهايات العالم. شهود يهوى أكثر من 10 مرات تنبؤوا بنهاية العالم، طبعا كل مرة كانت تطلع عندهم كده. أما السبب اللي كانوا إنهم يتنبؤوا فيه كان أول شيء مشان يخوف الناس، مشان يخلي الناس تلحقهم تشتري كتبهم تقرأ تنبؤاتهم. حتى شهود يهوى أو مؤسسة شهود يهوى كانت في الفترة اللي تتنبأ فيها بنهاية العالم كانت فيها أضعاف المبيعات العادية، وهذا شيء يدل على إحصائياً في المبيعات الكتب السنوية. نقرأ في شهود يهوى طريقة للناس برضو إنهم يستقرون في بيتهم، كانوا يتحددوا بالبرد، يتحددوا إن الدنيا شوب، في معهم واحد يقدر يتحمل الشوب يدخل عشان مشان يريحوا، فكان يستغلوا هذا الوضع مشان يدخلوا ويناقشوا كذلك كثير. أبو جورج، أنت ذكرت في كلامك إنه السعودية هو بيحاول يركز على الشباب ويستغلوا الشباب بشكل خاص، فشو الطرق اللي بيستخدموها في استغلال الشباب أو يجذبوا الشباب إلى طريقكم؟ أول شيء الشباب في الجيل هذاك اللي أنا ذكرته كان معظمهم يعني ما يكونش متمسك في الدين زيادة عن اللزوم أو عارف شو الدين اللي إحنا فيه، مع إنه في عندنا كثير خوارنا بيحاولوا يوجهوا ويفهموا الشباب، لكن ما كناش نحاول نلجأ لهم، فكانوا هم يستغلوا هذا الوضع ويكونوا هم في الوجه دائما. ومن الأسباب هاي برضه الثانية، لما أنت شاب بيكون عمرك 18 أو 20 سنة تدخن، يجي بيمنع عقود يقولك إنه هذا الدخان مضر للصحة، هو ما بيكون على أساس إنه صحتك أو خايف على صحتك أبدا، كل قضيته هو إنه يوفر القرشين اللي أنت بدك تطيرهم على هالدخان على أساس تحطهم لهاي المؤسسة وهي بتستغل هذه الأشياء كلها. ومن الأشياء اللي كان يحاول دائما إنه يركز عليها أكثر شيء، لما كنا نروح على الاجتماعات وأنا رحت اجتماعين عندهم، إنه داخل الاجتماعات تبعهم في عندك تبرعات وفي كتب جديدة بتكونوا جايبينها تتبحقها وتأخذها، هاي كل تفكيرهم كان مادي 100%. آخر إشي أنا صرت ألاحظ هذا الإشي 100% كان، وأنا بحب إنه كل شبابنا تنتبه وتحاول تركز وتوجه نفسها، وفي عنا إذا هم ما قدروش في عنا كثير خوارم يوجهوهم وينبهوهم ويفهموهم شو الطريق الصحيح. يعني نفس الوقت بتضيف على الحكي أو جور إنه كانوا شهود يهوى مبرمجين نفسهم في الزيارات. كيف يعني؟ إذا كانوا يروحوا على بيت واحد عادي، كانوا يروحوا في لبس عادي بشنطة عادية، يعني حالة مبسطة. أما إذا كانوا يروحوا على التجار يكون بشنطة تختلف، وضع لبس تختلف، على مكتب على مؤسسات، فكانوا يدرسوا الزيارة
لمسها بشنتتها قبل يقوموا فيها، وهذه كانت فكرة قوية عندهم. إذا نستنتج من كلامكم إنه بدعة السعودية هو مؤسسة هدفها تجاري أكثر منه ديني أو تربوي. المفروض إحنا مش بنحكي هاي على أساس نطمع الناس، لا، نعم إنه مؤسسة السعودية هو مؤسسة تجارية وليس مؤسسة دينية، لكن المؤسسة التجارية المرابح تبعونها مش للناس، الناس إلها تدفع، حتى أعضاءها إلهم يدفعوا الربح كله يروح لبروكلين لمكان تأسيسها. كل المبيعات والمطبوعات تبعاتها تضلها دائما على اسمها، يعني ممنوع أي واحد من أعضاء شهود يهوى لأن يكتب أي حرف فيها حسب يطالب مصاري. فمشان يظلهم ضامنين دائما أن المربح الصافي للمؤسسة شهود يهوى لبروكلين. وبالإضافة اللي تفضل فيها أبو الياس بضيف إنه في فترة برضه جبنا سيرة البنى وما بنى، هم كانوا يعرضوا هذا الشيء، ودنا نحاول نركز إنه إذا كل إنسان معاه أي شيء من المادة بدهمش يحطهم في شقفة أرض اللي يركز حاله في بلده وفي وطنه، بدهم يحطهم لمؤسسة زي هاي هو إنسان ضايع. فهم بيحاولوا أي إشي يمسكهم حتى في أرضهم يبعدوا عنه، مش بس بصحته أو في حياته أو في دينه اللي لازم يمشي عليه، فلا بيخلوا حتى وطنيتك إنك تبعد عن أرضك وتترك أرضك وتتوجه إليهم كلك كليا. فهم يعني حاولوا يتمسكوا في الكتاب وفي الله وفي شهود يهوى ويوجهوك على هذا الأساس، لكن نفس إبليس لما خاطب المسيح خاطبه عن نفس الكتاب المقدس، لما حطه تحت التجربة حقيقة حتى إبليس استشهد في الكتاب واستشهد الله يوم وضع المسيح تحت التجربة على جبل قنطرة وقال له إذا كنت أبن الله فأرمي نفسك لأنه سيبعد لك الملائكة لتحميك. يعني إحنا ما ننغرش في حاملي الكتاب، إحنا لازم ندفع اللي بيفهمه في الكتاب مش بس اللي بيحمله. يعني كل واحد ممكن يحمل الكتاب ويستشهد فيه ويفسره على خاطره، لكن التفسير الأصلي أو المضمون الصحيح وين موجود؟ طبعا في الشفر عن الكنيسة. فنفس الوقت على قصة حامل الكتاب بدي أضيف نقطة الدم، بدي أوضح بالنسبة للي استشرب الكتاب، طبعا أنا بحكي عن الكتاب المقدس، فهو اللي استشرب الكتاب المقدس وبنفس الوقت بناظره نفسه. بدي أعطيك مثل بسيط اللي هو الدم. الدم كان سنة 1939 ممدوح أو مؤسسة يهوى مادحة في نقل الدم، لكن في سنة 1945 منعوا نقل الدم، بقولوا فيه انه نقل الدم بيؤدي الى الامراض. طبعا في مختبرات اليوم بتحدد الدم انه الدم فيه مرض او مش مرض، الى الدم بنقل المرض يعتبر عين من المختبر، الدم ما انفحصش. في عام 1958 مرض واحد كبير من اعضاء شهود يهوى الكبار، هنا اعتاد إلى دم، سمحوا له يأخذ دم، لكن سأل المؤسسة هل اللي بأخذ دم من أعضاء شهود يهوى يطرد من المؤسسة؟ فكان الإجابة لا، فأنه مسؤول كبير في المؤسسة سمحوا أن يظلوا في المؤسسة. سنة 1961 في أحد الأعضاء الصغار اعتاد إلى دم، مرض نفس الوقت اعتاد إلى دم فأخذ دم، سمع عليه القانون انه يطرد من المؤسسة. يعني عندهم امتيازات، مش الدين بتطبق على كل الفئات مرة واحدة، طبعا الدين المغيف اللي عندهم اللي بيستشهدوا فيه في الكتاب المقدس، يعني بيشوف انه الكبير اخذ دم وبقي، اما العضو الصغير اخذ الدم وطرد. يعني
أنا حكيت الكلام هذا اللي الناس ما تنغرش في حاملين الكتاب المقدس من أتباع شهود يهوه وغيرهم. بتحب تضيف الشيء أبو جورج؟ طبعا آخر شيء حنحب نضيف إنه بالنسبة لنبه شبابنا وأمهاتنا وأبائنا إنه يحاولوا يركزوا إنه في عنا أخواننا الطائفة ورهبان كثير إذا عندهم كل الاستعداد إنه يوجهوا شبابنا ويدلوهم على الطريق الصح. وكمان نحاول ننصح الأب والأم إنه دائما يحاول يودوا أولادهم على مدارس خصوصية على أساس فيها توجيه على الدين وفيها اجتماعات وفيها ندوات، ويظل كل شبابنا يتأقلم في هذا الاشي على أساس يفهموا ويتنوروا بالدين صح، ولما بيجوا جماعة من شو يروا ما يحاولوش يوجهوهم في الطريق اللي هم عم يوجهوا فيها للناس، وفي ناس عم بتحاول تتبعهم لعدم خبرتهم في الدين اللي احنا لازم نتبعه صح مع طائفتنا ومع ديانتنا مش مع شهود يهوه الناس المضللين. فبتأمل اخوتي المشاهدين انكم اخذتوا فكرة واضحة عن شهود يهوه كان من ابو جورج وابو الياس لانهم عاشروهم لفترة طويلة، فنشكرهم لأنهم قدموا لنا هذه الفكرة عنهم. يقوم الأب خول الرعية بزيارة البيوت ببركتها بمناسبة عيد الفطر أي ظهور المسيح للمجوس وظهور المسيح في نهر الأردن في معموديته وظهور المسيح في معجزة قانا الجليل. الكاهن يقوم بزيارة أحد البيوت لتكريسه وأيضا لقراءة الكتاب المقدس والتداول في أمور الدين والاستفسار عن أحوال الأسرة. الرسالة هنا. كيف حالكم؟ تمام الحمد لله. كيف كان العيد؟ ماشي. صليتوا انتوا على العيد؟ طبعا ابونا الحمد لله. ليش نتعرف على الاخ؟ والله جانا بشوي الأخ مشهود يهوى السيد نادر سعد. أهلين. أنا جاي مشان أكرس البيت بمناسبة العيد. راح كمان نقرأ الإنجيل مع بعض. معلش اسمحوني أنا لازم أروح. لأنه بكير يا ابن الحلال. خليك إذا مشان الصلاة والتكريس من أجل شوي. خلينا نحكي مع بعض شوي. ندردش مع بعض. تفضل. مش حرام عليكم ضلكوا تزوروا البيوت وتحكوا على الكنيسة وعلى رجال الدين؟ طب انا عفوا عندي شغل وعندي موعد مهم ولازم اروح. عفوا معلش يعني. اذنك معك بس معلش بعد اذنك هل ممكن ازوركم في البيت؟ الواقع لازم اسأل ابوي بالاول واشوف شو رايه وبعدين اذا بوافق برد لك خبر. أنا إذا بوافق يعني أنت ما بدك الزيارة. يعني هل اللي بيزورك في البيت لازم يأخذ موافقة أبوك وأنت ما بت وضيوف الابن هم ضيوف الأب مش هيك؟ مش هذا المهم، بدي أسأل أبوي إنه هل ممكن زيارة بعض الجماعات على البيت عندنا هل ممكن يوافق عليها أو لا؟ يعني الأب لازم يوافق على الزيارة. على كل حال إن شاء الله بزورك في مناسبة تانية. صدق احنا اهلا وسهلا بكل الناس يعني. كل الناس يعني بس مش الخوري. على كل حال انا بدي اعتبر نفسي من الناس وبدي ازوركم عن قريب اذا ما في مانع. مش راح تضمن نتلاقينا موردين يعني بكره بعرف. يعني انتم ما بدكم زيارة. على كل حال ان شاء الله انا بدي ازوركم في البيت. على كل نشوف. اهلا وسهلا فيك تيجي تشرب فنجان قهوة. بس انه
تجيب لنا سيرة الدين ممنوعة. حلو، انا رجل الدين الخوري، مش لازم احكي في الدين. اما انتوا اللي بتروحوا على البيوت وبتحكوا في امور الدين وبتناقشوا الناس في امور الدين وبتحاولوا تقنعوهم في اشياء كثيرة، هاي ما صارت، هاي جديدة. على كل حال اذا انت بتحب تفضل عنا على الدير، وانا ممكن احكي معك في الانجيل او في الكتاب المقدس، ممكن نستفيد اشياء مع بعض. لا شكرا، انا بقدر، شكرا، لازم اروح. شكرا، يعطيك العافية. يلا يعطيك العافية، مع السلامة. نبوات كاذبة حاقدة عن نهاية العالم المسيحي. تنبأت هيئتهم أن الله سيقضي على الدين المسيحي سنة 1918. هذا ما نقرأ في كتابهم السر المكتمل، صفحة 484 لصفحة 485. في سنة 1918 عندما سيدمر الله الكنائس بالجملة وأعضاء الكنائس بالملايين، وفي صفحة 513 من الكتاب نفسه يتنبأ سنة 1918 عندما ستسقط المسيحية كنظام منسي. شهود يهوى ليسوا مسيحيين، بل هم مضطهدون للمسيحية. إن انتقادهم للأديان أو للدين بشكل عام هو خدعة، لأننا إذا تأملنا كتاباتهم وتبشيرهم المفسد كشفنا أنهم يركزون هجماتهم على الدين المسيحي ورجاله، ولا ينتقدون بالتفصيل الأديان الأخرى. اقرأ معي ما ورد في كتابهم الحق يحرركم، صفحة 348 لصفحة 349. نعم، إن أقوى وأخدع هيئة تجديفية على الأرض هي دين الأمم المسيحية. يزعم رؤساء الشهود أن دين الأمم المسيحية، أي الدين المسيحي، هو أكبر هيئة كفر، ولكن هذا الكلام الذي يدل على معاداتهم للمسيحية وللمسيحيين، هذا الكلام غير صحيح. إن المورمون مثلا يقولون إن كل إنسان إله وأن هناك عدة آلهة. أليس المسيحيون أفضل منهم؟ وأن في العالم خصوصا في أمريكا 10 ملايين يعبدون الشيطان، يعبدون الشيطان نفسه. أليست هذه أكبر هيئة الكفر؟ ونقرأ في كتابهم المذكور صفحة 354، تدفع الأديان المسيحية بدون مقاومة نحو ذلك المسلك الذي يعني خرابا هائلا لها ولباقي هيئة الشيطان المنظورة. كيف يمكن ذلك؟ لأنها بالدين قد كشفت نفسها للأبالسة تحت إمرة الشيطان ورئيس الشياطين. نقرأ في برج المراقبة 15 آذار 1984 جملا تدل على تجاهل مؤسسة شهود يهوى للمسيحيين العرب في الأرض المقدسة أولا، وتجاهلهم للمقدسات المسيحية في المدينة المقدسة بل وفي كل أنحاء فلسطين من ناحية أخرى. هذا هو النص: تولى المسلمون السيطرة على كثير من الجزء الشرقي للمقاطعة بما فيها مدينة أورشليم المصورة وحرمها لعبادة الله.
ولكن ليس قبل حرب الستة أيام لعام 1967 حدث أن تم انتزاع مدينة أورشليم المصورة من العرب بما فيها حائط المبكى، حيث كان ينتصب عاليا هيكل اليهود للعبادة قبل أمد طويل، وقد واصل اليهود انتصارهم ليسيطروا على الضفة الغربية لنهر الأردن وسكانها المسلمين. إن ذرة من المنطق ومن العقل السليم تجعلنا نستنتج من قولهم ليسيطروا على الضفة الغربية لنهر الأردن وسكانها المسلمين أن مؤسسة شهود يهوى تتجاهل وجود المسيحيين في الضفة الغربية لنهر الأردن، مع أن المسيحيين الموجودين في الضفة الغربية هم بالنسبة للدين المسيحي مسيحيو الجذور الأقرب إلى السيد المسيح والرسل، الأقرب إلى بيت لحم والقدس. وفي المقطوعة المذكورة من العدد المذكور نقرأ أن مؤسسة شهود يهوى تورد ذكر الحرم في مدينة القدس، ثم بعد ذلك تذكر حائط المبكى، وبعد ذلك تذكر هيكل أورشليم لليهود. إذن كيف تذكرت أو ذكرت مؤسسة شهود يهوى المقدسات الإسلامية واليهودية وتجاهلت تماما المقدسات المسيحية، مع أن المقدسات المسيحية أكثر عددا في المدينة المقدسة وفي ضواحيها؟ إذن هذا التجاهل هو تجاهل خطير ومقصود للوجود المسيحي المحلي العربي وللمقدسات المسيحية في الضفة الغربية بل وفي كل أنحاء الأرض المقدسة. نستنتج من هذه القطعة أن تجاهل الوجود المسيحي العربي من جهة والمقدسات المسيحية من جهة أخرى يدل على الطبيعة الحقيقية غير المسيحية لمؤسسة بروكلين. فكيف يتجاهل المسلم المقدسات الإسلامية في الحجاز؟ وكيف يتجاهل اليهودي المتدين حائط المبكى في القدس؟ أما هؤلاء المسيحيون المزيفون الذين أسسهم تاجر غير مسيحي اسمه تشارلز راسل، فإنهم لا يترددون في تجاهل المقدسات المسيحية. والأغرب من ذلك أن أتباع هذه المؤسسة يحاولون تبرير هذا التجاهل الخطير. أيها الإخوة المشاهدون مساء الخير، فكرنا أن نأخذ بشكل عفوي مطبوعات شهود يهوى ونعرض محتوياتها على الشاشة كي يرى المشاهدون الكرام بأمهات عيونهم أضاليل هذه البدعة وأهدافها وأساليبها المدمرة. على كل حال سنلاحظ على الأقل النقاط الآتية. أولا، إن شهود يهوى يركزون هجماتهم على المسيحية ونادرا ما يهاجمون الديانات الأخرى. ثانيا، إنهم يقومون بالدعاية دائما لمجلاتهم وسائر مطبوعاتهم. ثالثا، إن مبدأ شهود يهوى لا يحبذ التعليم الجامعي. رابعا، إن مبدأ شهود يهوى يستهين بالعلم خصوصا الطب. خامسا، إن في كتابات شهود يهوى أمورا تجمع بين الكفر والسخافة. إذن لنلقينا نظرة مباشرة على تلك المطبوعات.
كل هذه الصور تشير إلى رأسمالية شركة برج المراقبة التي عندها أعظم مطابع في العالم كله، وهذا دليل على كثرة غناها وأن لا نشاط لها سوى الطباعة والمكاسب الهائلة من المطبوعات. إن فكرة برج المراقبة كان أصلها انتظار مجيء المسيح الوشيك أي القريب جدا، ولم يكن اسم المجلة برج المراقبة بل كان اسمها برج صهيون للمراقبة ونذير مجيء المسيح، أي نذير مجيء عودة المسيح أو مجيء المسيح الثاني. عندما رأوا أن المسيح تأخر على نبواتهم حذفوا مجيء المسيح وحذفوا نذير مجيء المسيح ووضعوا تعلن ملكوت يهوه. الفكرة كلها إذن غريبة عن الدين المسيحي وغريبة عن الصليب الذي يتصدر الدين المسيحي مع سر القيامة المجيد. برج المراقبة 1 حزيران يونيو 1985 ليس التقدم الدنيوي ما يجلب رضا الله. هذا دليل على أن هيئة شهود يهوه لا تشجع التعليم الجامعي، وذلك لكي تبقي أعضاءها في الجهل. أما الذريعة التي يتحججون بها فهي أن التعليم الجامعي حسب ادعائهم سبب أو مناسبة لفساد الأخلاق، ولكن ألا يوجد فساد أخلاق قبل المرحلة الجامعية في الدراسة؟ ألا يوجد فساد أخلاق في ميدان العمل لا في ميدان الدراسة؟ ألا يوجد فساد للأخلاق في الحياة الاجتماعية حتى بدون دراسة؟ وأي جامعي من شهود يهوه مخالف لتعليمات هيئته الحاكمة المتحكمة؟ تزويد قاعات ملكوت كافية يتطلب جهدا موحدا من ناحية التمويل وعمل البناء على السواء. التبرع لقاعات الملكوت وللهيئة نعم، التبرع والصدقة للفقراء لا. نرى من هذه الصورة أن منظمة شهود يهوه تطلب من أعضائها دائما التبرعات، تطلب من أعضائها بناء قاعات الاجتماعات أو استئجارها. وكذلك نلحظ أن المنظمة كمنظمة لا تتحمل شيئا من النفقات ولا تقدم شيئا لأعضائها سوى مطبوعات تأخذ ثمنها وتطلب منهم التبرعات. التبشير لا يعني شيئا ولا يشير إلى شيء سوى توزيع الكتب والمجلات التي تشترى من الهيئة التي يدفع ثمنها للهيئة. إذن أصبح التبشير تجارة. لا شيء عند شهود يهوه سوى الكلام والكلام والكلام والكلام، ويا ليته كلام للبناء بل هو كلام للتدمير وهدفه تدمير المسيحية. خدام الملكوت الكبار السن يداومون على التقدم إلى الأمام. خادم يهوه لا يحمل صليبا بل يحمل حقيبة، لا يحمل الإنجيل بقدر ما يحمل برج المراقبة ومطبوعات بروكلين، لا يفهم ولا يقرأ الكتاب المقدس إلا بنظارات بروكلين. أما التقدم إلى الأمام فمعناه التقدم في بيع الكتب والمجلات لصالح هيئة بروكلين في نيويورك.
الإخوة المشاهدون مساء الخير. منرحب بالأخ نادر سعد ومنحب نسأله أكم من سؤال. مساء الخير أخ نادر. مساء الخير. كونك كنت من جماعة شهود يهوى لمدة 10 سنوات، منحب نسألك أكم من سؤال. هل مؤسسة شهود يهوى دين؟ لا، بل منظمة شهود يهوى منظمة تجارية، مؤسسها التاجر تشارلز راسل، وهي رئاستها في أمريكا في بروكلين في نيويورك، وهي معادية لكل الأديان بشكل خاص الدين المسيحي. والدليل على ذلك أنهم حذفوا كلمة دين نهائيا ولفظ الدين أو متدين تماما من ترجمتهم لرسالة القديس يعقوب الفصل الأول الآيتين 26 و27، وفي كولوسي 2:18، وأعمال الرسل 26:5. أما اسم ترجمتهم المحرفة فهو العالم الجديد التي لم تصدر باللغة العربية بعد. وأن كلمة دين أو ديانة غائبة تماما من قاموس الكتاب المقدس الذي أصدرته منظمة شهود يهوى في بروكلين سنة 1971 تحت عنوان المعاون لفهم الكتاب المقدس. هل منظمة شهود يهوى ديانة أو خدمة لله حسب حكم الكتب المقدسة؟ ليست منظمة الشهود ديانة ولا خدمة لله تعالى ولا شكل عبادة، إذ لا شيء عندها من أركان الديانة والتقوى، وهذه الأركان هي الصلاة الجماعية، لا أن يصلي أحدهم وأن يقول الآخرون آمين، أو الحج إلى الأماكن المقدسة، أنهم لا يحجون إلى الأماكن المقدسة مثل المعهد أو القيامة، الأماكن المسيحية. ولعل المكان الوحيد والمقدس عندهم هو مطابع ومزارع بروكلين في نيويورك. الصوم والصدقة، لا صدقة عند المؤسسة للفقراء، وإعلان الإيمان بيسوع المسيح ربا وسيدا. نعم، إن الكتاب المقدس يحكم على منظمتهم بأنها فقط مؤسسة دنيوية مادية معادية للأديان. يكتب يعقوب الرسول في 1:26-27، من ظن أنه متدين وهو لا يلجم لسانه بل يغر قلبه فذلك ديانته باطلة. تعليقنا هو التالي، أن منظمة شهود يهوى كمنظمة لا تلجم لسانها ضد المسيحية ورجال الدين من الباباوات إلى آخر كاهن أو شماس. يعني شهود يهوى ما بيستكفوا أنهم يغلطوا أو يتمسخروا على حتى البابا أو على حتى أقل إنسان متدين، وذلك بملايين ومليارات نسخ التي تقع بين أيدي المسيحيين وغير المسيحي. ولا تذكر أبدا أي شيء جيد عن الكنيسة، مع أن الكنيسة تقوم بأعمال أحسان كثيرة بخلاف منظمة شهود يهوى نفسها. هل شهود يهوى مسيحيون حسب الكتاب المقدس؟ لا، ليس شهود يهوى مسيحيين، بل هم أخوة كذبة مخادعون ومخدوعين، وإليك الدليل من الكتب المقدسة وآياتها الشريفة. المسيحيون ليسوا فقط شهود ليهوى مثل العبرانيين، بل هم شهود للمسيح القائم من بين الأموات بجسده المصلوب. أما شهود يهوى المزيفون فهم ينكرون قيامة المسيح بجسده المصلوب، مع أنه كان قد قال لتوما الجحود هات يدك وضعها في مكان المسامير في يدي. القديس بولس الرسول حدد هوية الرسول المسيحي المبشر بالملكوت وهوية المسيحيين الحقيقيين بقوله عن نفسه وعن علاقته بالمسيحيين الأوليين: أردت أن لا أعرف بينكم سوى يسوع المسيح وإياه مصلوبا. بولس يقول يسوع فقط. وشهود يهوى أزالوا الصليب من مجلاتهم وكتبهم، وأنهم قديما كانوا قبل حوالي سنة 1920 كانوا يستعملوا الصليب على مجلاتهم. بولس افتخر فقط بصليب يسوع
وشهود يهوى ينبذون صليب يسوع ويفتخرون ببرج المراقبة. المسيحيون الحقيقيون يقولون ليس ليسوع الناصري كلمات توما الرسول الذي كان جاحدا وأصبح مؤمنا ربي وإلهي، أما شهود يهوى فإلههم هو إله العهد القديم وشعارهم برج صهيون للمراقبة لا الصليب. بس هم بيفتخروا بأنهم ببشروا باسم الرب واسم المسيح. إن الإنجيل الطاهر يحكم على مؤسستهم وعلى تبشير من مزعوم ويدينها كما نقرأ في بشارة متى فصل 7 آية 22 أن كثيرين سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب ألم نكن باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أعلن لهم أن لما أعرفكم قط فاذهبوا عني يا فاعلي الإثم. منظمة شهود يهوى تدعي أنها تبشر وتتكلم باسم الرب وتتنبأ باسم الرب والكتاب المقدس، ولكن هذا التبشير سلبي، أولا لا للبناء بل للتدمير، وثانيا هو فقط قناع يغطي شركة عالمية تجارية. فالكلام سهل، أما القيام بأعمال الخير والإحسان والتقوى فهو صعب. فالكلام أنت شهود يهوى سهل جدا. بس شهود يهوى بيزعموا أنهم مسيحيين بحجة كلمات السيد المسيح بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إذا كنتم تحبون بعضكم بعضا، فشو رأيك في الموضوع؟ شوف، عندما قال السيد المسيح أن تحبوا بعضكم بعضا لم يقصد فقط محبتنا لأبناء عقيدتنا بل لكل الناس بما فيهم الأعداء. اللي بنلاحظه احنا مثلا هلا شهود يهوى بس بيحبوا وبيتعاطفوا مع الناس اللي معهم أو اللي بيتعاطفوا معهم، لكن إن شخص تركهم مثلا أنا تركت شهود يهوى هلا لا بيكلموني حتى السلام ما بردوا علي. وأنا بذكر عدة أشخاص كمان تعاطفوا مع شهود يهوى وتركوهم، في الفترة اللي كانوا متعاطفين مع شهود يهوى كانوا يحبوهم كتير شهود يهوى ودلاليا كانوا يروحوا على بيوتهم، لكن لما تركوا اجتماعاتهم وتركوهم بطلوا يحبوهم بطلوا يتعاطفوا معهم. قال المسيح سمعتم أنه قيل أحبب قريبك وابغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم واحسنوا إلى من يضطهدكم، فإذ أحببتم من يحبكم فأي أجر لكم؟ أليس العشرون يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوانكم فقط فأي فضل عملتم؟ أليس الوثنيون يفعلون ذلك؟ موجود في متى 6 أصحاح 6 العدد 43 إلى 48. ومعروف أن شهود يهوى لا يحبون إلا إخوانهم والمتعاطفين معهم، ولا يسلمون إلا على إخوانهم والمتعاطفين معهم، ويخاصمون أعداء مذهبهم التجاري ولا يسلمون عليهم ولا يحبونهم، وأحيانا يؤلفون عليهم الإشاعات. ففي عدة أمثلة، مثلا الخوانة أو الأشخاص اللي دارسين الدين بيحاولوا أنهم يطلعوا عدة دعايات أو إشاعات عليهم عشان يشوهوا من سمعهم. ليش؟ لأنهم بيحاربوا في شهود يهوى عشان بنحشوهم في مداربهم. بالضبط. طيب في ترى نصوص أخرى من الكتاب المقدس بنقدر إن نستشهد فيها على ونحكم على مؤسسة شهود يهوى بأنها مش مسيحية وإنها بتضر بالملكوت نفسه؟ نعم، من تلك النصوص مشهد الدينونة النهائية الذي ورد في بشارة متى، ولكن قبل ذلك أذكر كلمات رسول يوحنا الحبيب: لا تكن محبتنا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. فمحبة منظمة شهود يهوى للإنسانية ولأعضاء المنظمة نفسها هي فقط بالكلام وباللسان، إذ لا خدمة إنسانية تقدمها تلك المؤسسة لبني آدم حتى لأعضائهم أنفسهم. أما محبة الأعضاء فهي فقط لبعضهم لا لسائر الناس. وأذكر كلمات القديس بولس: لنحسن إلى الجميع ما دام الوقت معنا، ولا سيما إلى أهل الإيمان. ومنظمة شهود يهوى كمنظمة لا تحسن إلى أحد بل تأخذ نقود الناس ووقتهم واهتمامهم وكرامتهم. وإلى نص إنجيل متى 25:41 وتابع حينئذ يقول:
الملك للذين عن يساره: اذهبوا عني يا ملاعين الى النار الابدية المعدة لابليس وملائكته، لاني جعت فلم تطعموني. متى اسست منظمة شهود يهوى جهازا لاطعام الجياع؟ وعطشت فلم تسقوني، وكنت غريبا فلم تؤوني، وعريانا فلم تكسوني، ومريضا ومحبوسا فلم تزوروني. حينئذ يجيبونه هم ايضا ويقولون: يا رب، متى رأيناك جائعا او عطشانا او غريبا او عريانا او مريضا او محبوسا ولم نخدمك؟ حينئذ يجيب ويقول لهم: انكم كلما تفعلوا ذلك باحد هؤلاء الصغار فبي لم تفعلوه. ويكتب يعقوب رسول: ان الايمان باطل بدون اعمال. الخدمة والرحمة الجسدية من كسو للعراء واطعام للجياع. اذا لا تحوز منظمة شهود يهوى على صفات المسيحية والإنسانية، كما قلنا دائما كلامنا عن المؤسسة لا عن الأفراد. شكرا للأخ نادر سعد على المقابلة اللطيفة وعلى المعلومات المفيدة عن جماعة شهود يهوى. شكرا. شكرا لك يا سيد، ويعطيك العافية، وأنا شاكر لأنكم دعتوني للمقابلة هاي. موقف شهود يهوى من الصليب، وخصوصا منذ سنة 1931، موقف عبري وثني لا مسيحي. فبولس الرسول يكتب في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس أن اليهود يطلبون الآيات، واليونانيين أي الوثنيين يطلبون الحكمة، أما نحن فنبشر بمسيح مصلوب، حجر عثرة لليهود وجهالة لليونانيين. ادعاء شهود يهوى أن صليب يسوع كان فقط خشب التعيير، وأن يسوع علق على خشبة تعييرا له فقط، إن هذا الادعاء يدل على الموقف اليهودي الوثني الذي يعتبر صليب يسوع أداة عذاب فقط، مع أن صليب يسوع بالنسبة للقديس بولس ولسائر كتاب العهد الجديد هو أداة عذاب، وليسوع الإنسان أصبحت أداة تمجيد له وخلاص وقيام لنا. يخفف شهود يهوى من قيمة المسيح كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وتحرف هيئتهم الحاكمة في ترجمتها المسمى العالم الجديد، تحرف كل آية تشيد بعظمة المسيح وبمجده، وهذه بعض الأمثلة. تحرف هيئة شهود يهوى كل آية تتكلم عن مجد المسيح أو تشيد بهذا المجد بشكل غير مباشر. فعندنا في رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل كورنثوس الفصل الثاني آية 8: الحكمة التي لم يعرفها أحد من رؤساء هذا الدهر، لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. رب المجد هو طبعا سيدنا وربنا يسوع المسيح، ولكن مؤسسة شهود يهوى ليست مسيحية، لذلك تنزع من المسيح لقب رب المجد الذي أعطاه إياه القديس بولس، وتترجمه السيد المجيد. إذن بدل أن تترجم لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد، تترجم لأنهم لو عرفوا لما علقوا السيد المجيد. ونلاحظ أيضا أنهم حذفوا فعل صلبوا واستبدلوه بفعل علقوا. أما النص اليوناني فهو واضح: أوك أن تونجيون تيس دوكسيس استافروسان. كيريون تيس دوكسيس، رب المجد، لا السيد المجيد. إن المسيح الذي هو رب المجد المطلق أصبح فقط سيدا مجيدا. أما في رسالة القديس يعقوب
الفصل الثاني الآية الأولى، فإننا نقرأ ما يلي: يا إخوتي لا تلبسوا الإيمان بربنا يسوع المسيح المجيد بمحاباة الوجوه، أي لا تخلطوا بين الإيمان بربنا يسوع المسيح وبين عنصر التفضيل بين الناس. ويصف ربنا يسوع المسيح بأنه ذا المجد، هذا هو النص اليوناني تن بيستن تكريو إيمون يسوع خريستو تيس دوكسيس، سيدنا أو ربنا يسوع المسيح ذي المجد. يحرفها شهود يهوى وينقلون المجد من المسيح إلينا نحن، إذ يترجمونها هكذا: يا إخوتي لا تلبسوا الإيمان بربنا أو بسيدنا يسوع المسيح مجدنا. إذن يتحول المجد إلينا وينزع من المسيح. شهود يهوى وما هي الأشياء اللي جذبتك لهم؟ المظبوط، الأول كنت أسمع عن منظمة شهود يهوى وكنت أسمع كلام كثير عليهم وبعرف أنهم بزور البيوت، ففي يوم من الأيام روحت على البيت لقيت مجلات غريبة، صور أطفال في تلك دفع المركبة إلى نهر ولا صور المجلات. الحين اليوم ضربنا شهود يهوى، فكان راسي معصب من شهود يهوى على كلام الناس، يعني كنت مليان عليهم. فأنا فتحت في مرتي ليش سمحت لها تدخل عنا، ليش سمحت لهم يدخلوا عنا على البيت؟ بعدين هم الكلام نفس الوقت قبل ما يطلعوا من البيت استأذين مرتي عن ميعاد وجودي في البيت، مرتي حكيت لهم فحكوا لي احنا نرجع بنشوف بشارع. فأنا يوم كنت أنا فاعل أضغط نهار بالضبط لأنه عارف أنه بدهم يجوا وبتسمى فيهم، بدي يعني كل الشيء القضي اللي حطه فيهم من السبات وبهذا أنه سامع مشاكل فيه. لكن أول ما قضعتهم على الباب لقيتهم وجه ملح وبشوش، وهذه يعني زي الحية بكلمة، ما كنتش أعرف أنه هاي الطريقة أو هذا الأسلوب تبعهم، فخجلت من نفسي اني ابهدل قدامي. طبعا حتى المصدر المصدر على البيت حسيت انا اطشهم. بالطبع كنا في البدايه نفتح مواضيع مناقشه لكن ما يتكملش، يعني اسئله خاطئه او اجوبه خاطئه. الفتره اللي تعرفوها عندي تقريبا حوالي نص ساعه، من نص ساعه هاي ما كثفتش كل الاسئله اللي انا سالتها. هذا أول لقاء. هذا أول لقاء. فأنا حبوا طلعوا على السياح وقول معلش بالدرس إنه في وراءنا مواعيد تانية خليها لغير مشوار. وبتحب الحد الميعاد فبدهم تفضلوا كل وقت. هم نقلوا اليوم والسياح حتى فضلوا آخر ساعة. بالطبع بعد أسبوع عاودوا رجعوني نفس الشيء. كل مرة كنت أسألهم أسئلة غير شكل وكانوا يجاوبوني عليها، حتى صارت يعني ميعاد أسبوعي رسمي بيني وبينهم. فاللي كانوا يعملون معي في اللقاء الأسبوعي كنت أسألهم سؤال كانوا يجاوبوني عليه، أطرح عليهم سؤال ثاني ليش يعني بقول إنه بالنسبة للشباب المسيحي الموجودين بيصيروا كثير للدين وأنا واحد منهم كنت أفتخر، فمحب مننا اللي واحد يفهم الدين تبعه. فهذا صرت أشوفهم في طريقتهم يعطوني أجوبة
يشبهوني بها. فمثل ما قلت لما كنت أسألهم سؤال ثاني يجاوبوني عليه، فحاول أسألهم السؤال الثاني يعطوني ملامح عن الأجوبة لكن ما يكملوهاش. وبنفس الوقت مرات كانوا يطلعوا لي كتاب من الحقيبة تبعتهم أو ورقة يقول الجواب موجود هون، فكنت أضطر إني أعطي الكتاب، كان طبعا كان يدعو في مبلغ يعني مبلغ شيء بسيط، فكنت أعطي الكتاب منهم على أساس إنه أتشوق للجواب اللي أنا بدي إياه. بنفس الوقت مع إعطائهم للكتاب كانوا يطلبوا معي، فبالطريقة أنا أتعرف على شيء. من خلال جلستك مع شهود يهوى ممكن تحكي لنا ما هي الأساليب الذين يتبعونها في الحديث وفي بيع المجلات والكتب؟ أول شيء رخص الكتب ما كانش الإنسان يسترق اليوم ما كان يشتريها. بنفس الوقت لما كنت أسأل السؤال كان يحاول كل جهد المعطوف كتاب مشان تتوقف الجواب منه. من الكتاب. قديش عن نفسه؟ ممكن تذكرنا قديش يعني؟ يعني إشي بسيط جدا. لما كنت عندهم شيكل واثنين شيكل يعني شيكل نصفر. يعني لما كان يمد كتاب على الإنسان في مبلغ بسيط كان منه ما يشتهوش. يعني شو شيكل طبعا أنا بعطيه لحد المدرسة الولد. بس كده ضاع بدل ما عندي نصفر. كان لها لسه ما يشتروش. وبالطبع كانت برضه مجلات ورج المراقبة والسيطر كمان كان مبلغ بسيط. هون اكتشفت طريقة عن شهود يهوى لبيع الكتب وللزيارات. هون طريقة اكتشفتها خلال انا وجودي بيناتهم. هون كان يعلموا على طريقة وكيفية بيع الكتب اللي هي اذا مخلوق سأل سؤال يعطوه إشي بسيط من الجواب ويطلب منه ليأخذ الكتاب على أساس أن يوقف إلى الجواب من الكتاب. في نفس الوقت خلال ما أرسلهم كان يعلوهم طريقة كيف يعني يدخل البيت ويطلع من البيت. وأنا كان يحكيهم لما نطلب على البيت تستأذنوا منهم على أساس أن تدخلوا كمبشرين مسيحيين بإدعائهم. بنفس الوقت ما يوقفوش الكلام على أساس أنهم يشوقوا المجتمع إلهم عندما يطلبوا زيارة اللي يكونوا متفضلين. وفي طريقة كمان مشان ما ينسوش كانت دائما في مفكرة في كل جيل مخلوق كل واحد منهم على أساس أنه يطلع من البيت يطلب مفكرة يسجل بالأس في هاي الطريقة اللي كان لما يطلع من البيت على طريقة المفكرة مشان ما ينسوش الميعاد والسؤال حتى يحضر السؤال قريب. بنفس الوقت الطريقة الرئيسية لبيع الكتب يعني بوضحها بالأكثر إنه كان الإنسان يسألهم سؤال فكان يعطوه شيء بسيط من الجواب. بنفس الوقت بعد الجواب يطلع على سعر الميعاد تبعه انتهى وفي عنده ميعاد ثاني فكان يطلع كتاب من الشمس وينولوه اياه عدد انه يقول هل الجواب موجود جوا الانسان استقر على مهله واسمع عن الجواب وسوء الحقيقه. فهو الان يضطر يشتري كتاب ويشتري بعد ما يروحه يضطر يفتح الكتاب يقرا يفتش على جواب للسؤال اللي ساله ما فيش. ففي الحاجة هذا الكتاب انه قري مطبوعات شهود يهوى لكن ما اخذش جوابه. شكرا كثير سيد شارع للقاء. شكرا جزيلا. اما الصورة الثانية فهي من سنة 1895 نشاهد الصليب والتاج فوق برج المراقبة. أما اليوم فقد اختفى الصليب واختفى التاج، صليب المسيح تاج المسيح
منذ سنة 1931 ولم يبقى غير البرج. برج المراقبة 1 أيلول سبتمبر 1981. محبة الله تأتي إلى الإنقاذ. نلاحظ شهود يهوى مسرورين بينما يدمر العالم، ولكن ماذا يدمر من العالم؟ تدمر الكنائس، كنائس المسيحيين طبعا، فهم ناقمون على الكنيسة، ولكننا لا نرى هنا مجامع لليهود مدمرة ولا جوامع للمسلمين ولا هياكل للمرمون ولا أماكن عبادة للبهائيين ولا للدروز. التدمير الذي يصوره شهود يهوى هو فقط للدين المسيحي، ومع ذلك يدعون أنهم مسيحيون، وتدمير أيضا لهيئة الأمم للأمم المتحدة مع أنها إشارة إلى اتحاد الإنسانية ومحبة الشعوب بعضها لبعض. برج المراقبة باللغة الإيطالية سنة 1927. نلاحظ صليب المسيح وتاج المسيح إلى سنة 1931. بعد ذلك التاريخ لغي صليب المسيح وتاجه. تستيقظ تموز يوليو 1983، صفحة 18 وصفحة 19. لا تدع التلفزيون يحل محل القراءة. للذين يفهمون معنى هذه الوصية وهذا النهي، لا تدع التلفزيون يحل محل مطالعتكم لمطبوعات برج المراقبة. هل يمكن أن تحبوا قريبكم وتدخنوا؟ عجيب أمر مؤسسة شهود يهوى، فالتدخين ممنوع لأنه يضر الصحة، ونقل الدم ممنوع مع أنه ينقذ الحياة. أما منعهم للتدخين فالسبب من ورائه واضح لأهل العلم والمعرفة وأهل الذكاء والفطنة، وهو أن التدخين يجعل شاهد يهوى ينفق أموالا كثيرة، أما منع التدخين فيجعله يوفر هذه الأموال ليشتري مطبوعات برج المراقبة. كلم المسيحيون الحقيقيون عن السيد المسيح باحترام وحنان ومحبة، فيتكلمون عن والدته القديسة بإجلال ووداد، ويسمي المسيحيون الحقيقيون السيد المسيح هكذا: ربنا يسوع المسيح، أو سيدنا يسوع المسيح، أو مخلصنا يسوع المسيح، كما يفعل القديس بولس وغيره من كتاب العهد الجديد ومن الآباء القديسين. أما مؤسسة شهود يهوى فإنها خصوصا منذ سنة 1931 لا تسمي المسيح سوى يسوع أو يسوع المسيح، ولا تسميه أبدا ربنا ولا سيدنا يسوع المسيح. وهذا يعني أنها مؤسسة شهود يهوى لا تنتمي إلى المسيح. المسيحية مثل المسيح عطاء، ومؤسسة شهود يهوى أخذ وأخذ وأخذ. المسيحية بعد المسيح إحسان، فقد أحسن المسيح حيث محل إلى الطفل والكهل والمريض. ومؤسسة شهود يهوى حلوة اللسان عديمة الإحسان. نشاطها الوحيد أن تطبع وتبيع كتبا ومجلات. المسيحية محبة لجميع الناس، أما شهود يهوى فمحبته فقط لإخوانهم أي لأعضاء الحركة. المسيح والمسيحية حمل للصليب وفخر بالصليب، أما مؤسسة شهود يهوى فهي حمل حقائب
فيها كتب ومجلات، وهي افتخار ببرج صهيون. المسيح والمسيحية مغفرة للخطايا ومسامحة، أما في مؤسسة شهود يهوى فلا مغفرة ولا مسامحة. يكفي أن يشعل أحدهم سيجارة أو يأخذ دما من في مرضه حتى يطرد من الحركة. عندما نقول أنه لا يحق لأي عضو من شهود يهوى غير الهيئة الحاكمة في بروكلين نيويورك أن يكتب ولو سطرا واحدا في شؤون الكتاب المقدس، لا نقصد أن الكنيسة أو سائر الأديان تسمح للإنسان بأن يكتب كل ما يحلو له ويتفلسف على هواه في أمور الديانة. المسيحية كالإسلام واليهودية تعطي كل مؤمن موهوب مجالا في أن يكتب ويؤدي ثمرة تأملاته وعواطفه في شأن الدين، وهذا احترام لشخصية كل إنسان وحريتهم، ولكنها لا تسمح له بالكتابة في أمور الدين إلا حسب تعليم الكتب المقدسة والعقيدة. وإذا عرض شيئا مخالفا لذلك أو جديدا فإن الكنيسة تستدعيه للمناقشة. إذن هناك شخصية وحرية، ولكن بنظام وبدون فوضى. أما عند شهود يهوى فهناك دكتاتورية كاملة للهيئة الحاكمة المتحكمة. من جهة أخرى يفتخر شهود يهوى والمعجبون بهم بأن بعضهم ولا سيما الشيوخ خطباء كثيرو البلاغة، فكيف تسمح لهم هيئتهم الحاكمة بالكلام قدر ما يريدون وتمنعهم من كتابة حرف واحد بأسمائهم أو بمعزل عن الهيئة؟ السبب واضح، كلام الشيوخ وغيرهم من أعضاء شهود يهوى لا يجلب لا مربحا ولا خسرانا، أما الكتابة والطباعة والنشر فإنها تجلب للهيئة الحاكمة أموالا طائلة. لذا تحتفظ الهيئة الحاكمة فقط لنفسها بحق الكتابة والطباعة والنشر. مين؟ احنا. مرحبا. مرحبا مدام. اهلا وسهلا، مين اسمك؟ معنا ندخل شاي بس انا هلا مشغولة. معلش بس احنا بدنا نقضي اكثر من 5 دقائق. معلش بس انا حتى ادخلكم بيتي لازم اعرف مين انتو. احنا من الوقت يعني مش راح نقدر نحكي عن بعض، يعني اذا في امكانية ندخل نحكي شوية. ايش الموضوع اللي كنت تتحدثوا فيه؟ الموضوع اللي راح نحكي فيه راح يكون لصالحك ولخير عائلتك. انا ربة البيت هون بقى، بحب اعرف مين انتو حتى ادخلكم بيتي. احنا جماعة نشرح الكتاب المقدس. انتو من ابناء الكنيسة؟ يا اختي كيف بدنا نجاوب على كل هذه الاسئلة واحنا واقفين على الباب؟ انت ما في عندك ضيافة؟ احنا عنا ضيافة بس الانسان مش لازم يكون مغفل هالايام ويدخل مين مكان عبيته. احنا مدرسين الكتاب المقدس. اذا بتحبوا تفهموا وتسمعوا الكتاب المقدس المفروض انكم تروحوا على الكنيسة. يا مظام انت سنلاحظة ان الطقس بارد ممكن يأثر علينا، ممكن ندخل نحكي؟ انتم ما في عندكم ضيافة؟ سلامتكم يا اخي وشكرا على اهتمامكم بصحتي، بس المضبوط انا حاسه انكم من شهود يهوى مبين من اساليبكم. مضبوط. طب ليش ما قلتوا من الاول انكم من شهود يهوى؟ انا سالتكم عده مرات من انتوا ما قلتوا لي. احنا مسافين ناقص كلامك اذا دخلتينا، واذا لا خذي هاي المجله اقريها وراح تساعدك يا اخي. الله معكم والله يهديكم. إذا بدكم تناقشوا في الدين فأنتوا لازم تكونوا تفهموا الدين مضبوط، أما أنتوا بتضيعوا وقتكم لأنكم مش أتباع دين. أنتوا ضحايا مؤسسة أمريكية تجارية تضحك على عقول الناس وتلخم عقولهم وتضيع صحتهم وتحكم عليهم بالموت بينما تسمح لهم يتبرعوا بالدم. بكل انتهاد المجلة واحنا ان شاء الله نرجع مرة. أنا ما باخذ هيك مجلات وما بآمن بشهود يهوى. على كل حال إذا بتحبوا جوزي هلا نايم وكمان شوي بفيه، تفضل أنا بخلص شغلي بعدين أنتوا بتتناقشوا معه. جوزي دارس لاهوت وبفهم كل شيء عن شهود يهوى، عنده وثائق وعنده كتب قديمة تثبت إيش هم شهود يهوى، كيف بناقضوا نفسهم وإنه مش أتبع الدين المسيحي حقيقي.
تفضل استاذ. ممكن تبدي هذه المجلة ونحن ان شاء الله نرجع مرة ثانية. نشكر جميع الذين شاركونا في هذا العرض الذي كان هدفه التوعية والإنارة والإعلام كي لا تكون في المستقبل ضحايا لهذه المنظمة التجارية أو لغيرها التي تستخدم الكتاب المقدس كقناع لها. وكما أن الضلال والخداع يستعبدان الناس فإن الحق يحررهم. وشكرا.